قتل 25 من عناصر تنظيم داعش على الأقل السبت خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات النظام بغطاء جوي روسي في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووثق المرصد السوري مساء السبت مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من تنظيم داعش وإصابة آخرين بجروح خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات النظام في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظتي دير الزور والرقة.